جديدة للفيفا، ففي هذه البطولة بطولة العرب تواجد كوافير معتمد للاعبين للظهور بشكل أكيد هو الأفضل للاعبين في هذه البطولة. تعالوا نشوف التقرير ده ولنا تفاصيل أكتر ونرجع بعدها لفاصل. يمكن تقليد جديد علينا أو غريب بنشوفه في بطولة العرب 2021 إن الفيفا تعتمد مصفف شعر للاعبين ويقدر يدخل الفنادق ويكون موجود مع اللاعبين ويقدر يمارس عمله مع لاعبي كرة القدم عشان نشوف قصات اللاعبين في الملاعب. حسام واحد من هؤلاء المصففين، خلينا نعرف منه إزاي بيقوم بعمله ويعني إيه مصفف شعر معتمد من الفيفا. حسام برحب بك على On Time Sports في مصر وبشكرك على الاستضافة. مشكور حبيبي، اهلا وسهلا فيكم واهلا بالوان تايم سبور وجمهور مصر الكروي الكبير. قل لي يعني ايه فكرة ان مصفف شعر الفيفا تعتمده ويكون موجود مع اللاعبين؟ وزي ما احنا شايفين اللاعبين دايما بتبقى قصات شعرهم امور دايما بيحبوا يحرصوا عليها وبتلفت النظر للجميع وتبقى حديث الجماهير. بالضبط، هي اولا حلقة شعر بالنسبة للاعب داخل في اموره النفسية، لما يكون مضبط ومحلق يعطيك المود يكون حلو وبيكون حتى مستوى حلو في الميدان. بخصوص أنه تكون معتمد من الاتحادات، واللي هي الاتحادات تسهل لك اعتمادك من الفيفا ويطلعوا لك كريديتيشن عشان تكون متواجد مع اللعيبة. هذا يرجع للاتحاد القطري لكرة القدم اللي هو سهل لي أني أكون موجود مع المنتخب، الاتحاد التونسي لكرة القدم في نفس الوقت، والاتحاد الدولي للفيفا هما اللي طلعوا لي الاكريديتيشن عشان أقدر أتنقل بسهولة بين الفنادق وحلق للعيبة بسهولة. فهذه يرجع لثقة اللعيبة وثقة الناس اللي تحلق عندي وثقة الاتحادات واللعيبة، هما اللي يخليوني وصلت للمرحلة هذه والحمد لله، وكله توفيق من رب العالمين. بخصوص البطولة هذه تقريبا لعبة المنتخب التونسي كلهم، لعبة المنتخب القطري كمان، لعبة المنتخب الإماراتي، منتخبات كثيرة والأندية كثيرة، وتعرف اللي هنا عنا الدوري في الدوحة يعني في كثير نجوم عالميين. حلقت الخافي مارتينيز، سانتي كازولا، سامول إيتو لما كان في الدوحة كان يحلق عندي، وبعض الأندية اللي كانوا اللي يجوا على طول الدوحة على أساس المعسكرات نفس مالكوم أوليفيرا، خميس رودريغيز جديد للريان. فالحمد لله توفيق من رب العالمين، يعني تعرف تكون السمعة طيبة فبيجيك لاعب بيجيب لك اللاعب الثانين. تتفائل او بتتشائم من القصه؟ كثير كثير كثير، في لعيبه ما يحبش يغير القصه عشان او يعاوزك تحلق له قبل المباراه بيوم عشان عارف اذا انت حلقت له هو بيجيب جول. هلا عندي 5 اهداف، 3 جوال الجزيري وجولين من عند فراس. اللعيبه بتتفائل بالقصات. خلينا احنا عندنا ماتش، خلينا نتفائل ان شاء الله. يلا بينا ان شاء الله، الله يوفقكم ان شاء الله. يلا يلا, يلا.